المسلسلات برضو اللي منوره مع الناس جدا والناس كلها بتشيد بيها مسلسل بابا جه. احنا اصلا الاعمال الكوميديه اعمال قريبه من قلبنا جدا، لكن كمان هي فكره الكوميديا اللي بتقدم موضوع مهم وكوميديا الموقف، ودي ما بتبقاش سهله، وفكره ان هي تكون بتروح لحتت زي الاب وحقوق الاب والحاجات اللي هي دايما بيقولوا جايين عليهم فيها دي. المسلسل يعني مدي كل كامل الحق الأب، فأكيد قضية بتمس ناس كتير، ويعني رجالة كتير كانوا كاتبين على الموضوع ده وإنه بيمثلنا بشكل كبير. طبعا بطولة النجم أكرم حسني اللي دايما قادر إن هو يعني يمتعنا بشكل كبير بمشاهد كلها خف الدم ولذاذة وإفيهات تفضل كل السوشيال ميديا بتتكلم عنها وبتستخدمها على طول. أنا بحس إن هو يعني بيبقى عنده إفيهاته الخاصة كده وأدواته الخاصة اللي الناس كلها بعد كده بتفضل تستخدمها لوقت كبير جدا. مشاهدات كبيرة حاصله على مدار الايام اللي فاتت للمسلسل، وخلاص احنا بنتكلم يمكن على اخر ثلاث حلقات جايين من المسلسل لانه 15 حلقه. خلينا نتكلم بشكل مفصل عن المسلسل. المسلسل انا بعتبره الصراحه كوميدي وراقي وبسيط في نفس الوقت. نروح للمؤلف وائل حمدي، اهلا بحضرتك ومبروك نجاح المسلسل. الله يبارك فيك، اشكرك، كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك بخير. فكره انه يكون دراما كوميديه اجتماعيه بتروح لقضيه زي الاب وحقوق الاب والكلام ده اللي هو يعني مش مسلسلات كتير بتتناوله، اشتغلتوا عليها ازاي؟ يعني هي مش اول مره بالنسبه لي ان انا اشتغل كوميديا اجتماعيه اسريه وفيها يعني الجو الاسره والاب والام والاولاد. كان من 10 سنين كان في او اكثر من 10 سنين كان في تجربه الباب في الباب. كان شريف سلامه وكارولين خليل، فيعني الاجواء مش بعيده عني قوي، وخصوصا كمان شغل عالم سمسم من قبل كده، فتعاملي مع الاطفال دراميا يعني ما كانش حاجه جديده. لكن يمكن الجديد المره دي النجم الكوميدي أكرم حسني، والفكرة السطر الأساسي أو اللوج لاين بتاع المسلسل اللي فتح لنا أبواب لطيفة في التعامل مع قضايا الآباء ودور الأب في الأسرة والكلام ده كله، فالحمد لله كان في توفيق يعني. التعامل مع أكرم حسني بقى، احكي لي شوية عن التعامل مع أكرم حسني عامل إزاي؟ هل أكرم بيتدخل في الورق؟ يعني انا كمان عارفه انه الكتابه كانت ما بين حضرتك وما بين استاذ محمد امين، محمد اسماعيل امين. طبعا صديقي وشريكي في المشروع، وتعاملنا مع اكرم كان انا بالنسبه لي كان مفاجاه سعيده جدا، لانه كنت متخوف في الاول. اكرم من الكوميديانات اللي بيكتبوا شغلهم، صحيح، يعني في كوميديانات متميزين في ان هم بنسميهم ايه، بيكريتوا الكوميديا بتاعتهم. يعني دي كرييتور يعني، فاكرم من الناس دي، وبالتالي انا كنت قلقان في الاول لان انا يعني مش هعرف. انا في الاخر مش كاتب متخصص في الكوميدي، انا يعني بكتب سكريبت لاعمال كوميديه بس كوميديا موقف، فكنا متحسبين شويه اكرم هيتعامل معانا ازاي. ففاجئت انه في منتهى اللذاذه والسلاسه والتفهم للدور اللي احنا بنعمله، فما كانش فيه اي تدخلات خالص في مرحله الكتابه الاولانيه، بيستنى لما الحلقه تخلص بوجهه نظرنا كامله ككتاب للسيناريو، وبعدين يبدا يقول طيب ايه رايكم هنا لو قلت كذا بدل كذا، او ايه رايكم في الموقف ده لو خليناه كذا، ونتناقش فيه. وساعات كنا بنتخانق حتى، اللي هو يعني هو كان من الحلاوه يعني اكرم انه مش لازم كل اللي يقترحه يتاخد بيه، لانه بيقتنع، ودي اهم حاجه في العمليه الابداعيه، يعني انه ان كلنا يبقى عندنا استعداد للاقتناع بوجهه النظر الاخرى. طب وفكره بالنسبه لي كانت تجربه ممتعه جدا يعني. انه 15 حلقه، حضرتك شايف انه ده يضيف للعمل او لا؟ كنت لا شايف المسلسلات بتميل لايه اكتر؟ لانه دلوقتي بقى الشائع هو المسلسلات ال 15 حلقه. 100% ال 15 حلقه احسن، 100% على كل المستويات مش بس للكتابه. يعني الموسم الرمضاني بيبدا العمل عليه بعد العيد الكبير، خلاص هو ده العرف. فاحنا بنتكلم على 10 شهور من بدايه العمل لحد العرض. 10 شهور للكتابه والتحضير والتنفيذ والمونتاج والكلام ده كافيه جدا انها تطلع 15 حلقه كويسين. انا يعني شايف انه يا ريت
كل الاعمال تبقى 15. حتى بالمناسبه الاعمال ال 30 مؤخرا بقت تاخد اكتر من سنه في الشغل. يعني احنا السنه دي اهو الحشاشين معانا 30 حلقه بمستوى عظيم جدا، بس الحشاشين بيشتغلوا عليه من السنه اللي فاتت. صحيح. يعني فيا ريت يا ريت كل كانت الناس منتظره في رمضان اللي فات وما لحقش يخلص. اه بالظبط. لانه هم بيدوروا على الجوده. يعني الوقت يساوي جوده في صناعه الدراما. فطالما ما عندناش اكتر من 10 شهور يبقى خلونا نشتغل على 15 حلقه. ألف مبروك لحضرتك نجاح بابا جه، وشكرا لكل التفاصيل الهائلة والشطارة اللي باينة في كل مشهد في مسلسل بابا جه، وعلى حالة البهجة الكبيرة اللي انتوا بتقدموها في بابا جه. شكرا جزيلا على وجودك معانا المؤلف وائل حمدي.